دولة جديدة تخرج من سلطة التاج الملكي البريطاني. باربيدوس تتخلى عن الملكية وتنال لقب أحدث جمهورية في العالم بعد سنوات طويلة من الاستعمار ونزاع لم يتوقف حول الانفصال. الدولة الوليدة انتخبت امرأة على رأس السلطة واختارت المغنية ريانا كبطلة قومية لها، وباحتفالات رسمية أنزل العلم الملكي البريطاني وأعلن عن عزل الملكة إليزابيث الثانية أمام ولي عهدها تشارلز لتدخل البلاد في حقبة جديدة. فما هي قصة تلك الدولة؟ ولماذا انفصلت الآن عن إنجلترا؟ وما قصة ريانا معها؟ من الأكثر ازدهارا واكتظاظا بالسكان في جزر الكاريبي، هذا هو واقع دولة باربيدوس الجديدة أو جزيرة باربيدوس. فهي إحدى جزر الكاريبي، يبلغ طولها 21 ميلا وعرضها 14 ميلا، فيما تصل مساحتها الإجمالية إلى 430 كيلومترا مربعا، ويقترب عدد سكانها من 300 ألف نسمة. وما يميز الجزيرة تحديدا أنها تقع خارج حزام الأعاصير الرئيسي في المحيط الأطلسي. اشتهرت المستعمرة البريطانية القديمة بشواطئها الخلابة ولعبة الكريكت التي اعتبرتها رياضتها الوطنية، مع تراثها الممتزج بين التراث الإنجليزي والتراث الأفريقي. اعتمدت باربيدوس في السابق على تصدير السكر، لكنها في العقود الأخيرة أعادت ترتيب اقتصادها بالكامل، وبات الاقتصاد يشمل السياحة والأنشطة المالية، كما امتلكت احتياطيات من النفط والغاز الطبيعي. قصة الحياة في الجزيرة بدأت في العام 1627، وذلك بعد نحو 100 عام من اكتشافها من قبل المستكشف البرتغالي بيدرو كامبوس، والذين قاموا بتطوير اقتصاد الجزيرة الصغيرة معتمدين على العبيد في زراعة السكر. واستمر الوضع على ما هو عليه حتى العام 1834، حيث ألغيت العبودية حينها، وبدأت تتراجع الأوضاع الاقتصادية للجزيرة بشكل كامل، خصوصا على الأفارقة الذين عملوا فيها ولم يلتفت لهم التاج الملكي، ما أدى لاندلاع أعمال شغب في العام 1937. وأرسلت حينها لجنة ملكية أسس من خلالها حزب العمل على يد غرانتلي أدامز. عام 1961 حصلت باربيدوس على الحكم الذاتي، وبات زعيم حزب العمل إيرول بارو رئيسا للوزراء. وبعدها بخمسة أعوام استقلت باربيدوس رسميا مع استمرار إيرول في منصبه. ورغم الاستقلال بقيت الجزيرة تتبع للتاج الملكي البريطاني، حيث اعتبرت الملكة إليزابيث الثانية هي رأس الهرم في الدولة. منذ حصولها على الاستقلال تعالت الأصوات للتحول للنظام الجمهوري والخروج من سلطة التاج الملكي البريطاني، أو ما وصفه سياسيين مرحلة الاستعمار. إلا أن الأمر لم يتم حتى العام 2021، ففي 30 من نوفمبر أعلن رسميا عن انفصال باربيدوس عن التاج البريطاني، لتتحول بذلك للنظام الجمهوري وتصبح أحدث جمهورية في العالم. ونصب خلال ذات الحفل أول رئيس للدولة الوليدة، وهي ساندرا مايسون التي انتخبت في أكتوبر الماضي. كما اختارت الدولة المغنية ريانا بطلة قومية لها، حيث تحمل المغنية جنسية الجزيرة وولدت فيها، وتعتبر في ذات الوقت من أكبر المساهمين في اقتصاد الدولة الصغيرة، ويظهر تأثيرها على الجزيرة بشكل كبير، حيث يؤكد الكثير من الأوروبيين أنهم تعرفوا على باربيدوس بسبب المغنية ريانا التي تعود أصولها للجزيرة، وهي من الأسباب التي أدت لارتفاع أعداد السياح بشكل كبير، حتى وصل عددهم لمليون سائح سنويا. مشروع الانفصال بدأ التخطيط له منذ العام 2020، وذلك بعد سيطرة حزب ساندرا على البرلمان بالكامل وغياب أي أصوات معارضة لها داخله، بعد انتخابات حققت فيها انتصارا ساحقا على الجميع. وعلى الرغم من غياب أي خلاف بين باربيدوس والتاج الملكي، إلا أن مراقبون ومحللون يربطون قضية الانفصال بحملات العنصرية التي يشهدها العالم الغربي بشكل عام،
وارتباطها بحركة حياة السود مهمة، وهو الأمر الذي قد يشكل ضغوطا لاحقة على التاج الملكي بإقدام العديد من الجزر أو الدول للانفصال عنه، إذ تعتبر الحادثة هي الأولى منذ 3 عقود التي يتم فيها عزل الملكة إليزابيث الثانية من رئاسة دولة، حيث سبقتها بذلك موريشيوس، وهي جزيرة في المحيط الهندي أعلنت نفسها جمهورية عام 1992. مع ذلك سيكون أمام بربيدوس تحدي صعب للغاية، حيث ستواجه التأثير الاقتصادي للجائحة على السياحة والتفاوت الموروث من الماضي الاستعماري لوحدها دون أي مساعدة من بريطانيا التي دعمتها في السابق، خصوصا خلال فترة جائحة كورونا. فهل ستتمكن الدولة الصغيرة من الحياة دون مساعدة؟ أم أنها ستبقى بحاجة المملكة المتحدة طويلاً؟